بين مرحب ورافض، مواقع التواصل المغربية تتفاعل مع زراعة القنب الهندي. فيسبوك يتراجع ويعلنها كورونا مصنوع. وبعد 17 عاما الأصدقاء يجتمعون من جديد في حلقة استثنائية شغلت ترند. أهلا بكم إلى تفاعلكم. أهلا بكم. أمضى فيسبوك شهورا بلا رحمة أو تردد، وذلك فيما يتعلق بحظر وإزالة أي منشورات تزعم بأن فيروس كورونا من صنع الإنسان. تراجع فيسبوك اليوم عن سياسته مشيرا إلى أن كورونا مصنوع، خطوة تأتي تزامنا مع طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من المخابرات الأمريكية تكثيف الجهود للتحقيق في أصل الفيروس وتقديم تقرير في غضون 90 يوما. خبر تراجع فيسبوك عن سياسته المتعلقة بأصل كورونا أعلن عنه متحدث باسم الشركة لموقع صحيفة بوليتيكو الأمريكية، وفي بيان عبر البريد الإلكتروني قال فيه إنه في ضوء التحقيقات الجارية في أصل كوفيد-19 وبالتشاور مع خبراء الصحة العامة لن نزيل الادعاء بأن كوفيد-19 من صنع الإنسان من تطبيقاتنا. أضاف متحدث باسم فيسبوك أنهم يواصلون العمل مع خبراء الصحة لمواكبة الطبيعة المتطورة للوباء وتحديث سياساتهم بانتظام مع ظهور حقائق واتجاهات جديدة. وحتى الآن يبدو أن فيسبوك هو الوحيد الذي عكس المسار، فالجدير ذكره أن تويتر ويوتيوب لم يستجيبا لطلب بوليتيكو للتعليق على سياساتهم الخاصة. في المقابل حذرت سفارة الصين في الولايات المتحدة الأمريكية مما وصفته بتسييس قضية منشأ فيروس كورونا. في اللقاء الجدلي الذي أخذ حيزا لفترة كبيرة على السوشيال ميديا والقنوات التلفزيونية بعد هذا اللقاء، تعود أوبرا وينفري بلقاء آخر مع الأمير هاري وزوجته. شبكة أبل أعلنت أن هذا اللقاء سيكون عبارة عن حلقة نقاشية مكملة للوثائقي التي تعرضه أو الذي تعرضه الشبكة حاليا. كذلك سيركز الوثائقي على التوعية بالسلامة النفسية، فيما يتوقع أن تعرض الحلقة يوم الجمعة. سينضم لهذا اللقاء بعض المشاهير الذين ظهروا في الوثائقي من قبل، منهم الممثلة المخضرمة جلين كلوز، إضافة إلى بعض خبراء السلامة النفسية والعقلية. في المغرب صادق مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان بأغلبية عدد الأصوات على مشروع قانون هو الأول من نوعه لتقنين زراعة القنب الهندي. في التفاصيل فهذا القانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الطبية منها، إضافة إلى إخضاع جميع الأنشطة المتعلقة به لنظام الترخيص بشكل قانوني في المغرب. ورغم أن المصادقة ما تزال أولية وبحاجة لمصادقة الغرفة الثانية أي مجلس المستشارين بالبرلمان ثم إصدار القانون بالجريدة الرسمية لإقراره بشكل رسمي، لكن مع ذلك ومنذ الآن يواجه هذا المشروع جدلا على مواقع التواصل بين مرحب ورافض في المغرب. يأتي هذا الجدل كون أن النبتة تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية من المغرب ويستخرج منها مخدر الحشيش، الذي بين الحين والآخر تعلن الشرطة المغربية إحباط تهريب أطنان منه إلى أوروبا. وبحسب دراسة لوزارة الداخلية المغربية فإن الدخل الصافي لهكتار واحد من زراعة هذه النبتة لأغراض طبية يمكن أن يصل إلى ما يفوق 11,000 دولار أمريكي بشكل سنوي عن كل هكتار واحد في المغرب. من الرباط نناقش هذا الموضوع عبر سكايب مع الصحفي رشيد المسلم. رشيد أهلا بكم معنا في العربية. تفاصيل أوفى حول توجه البرلمان المغربي بعد الحكومة المغربية على المصادقة على تقنين استخدام القنب الهندي المثير للجدل في المجتمع المغربي.
عرف مجلس النواب بالقبة الأولى بالمغرب أمس نقاش حاد بين الأغلبية والمعارضة بخصوص مشروع القلب الهندي، من حيث تم الآن التصويت عليه في البرلمان وتقنين ما يسمى بالمشروع المثير للجدل وهو القنب الهندي، وتم الآن وضع اللبنة الأساسية الأولى في انتظار أن يتم إخراج هذا القانون وبإحداث الوكالة الخاصة بتقنين القنب الهندي. كما هو معروف، هذا الجدل صاحبه في مفارقة سياسية غريبة شيئا ما للمشهد السياسي، لأن المشروع قدمته الحكومة المغربية وتم وعارضه حزب العدالة والتنمية والذي هو يشكل الأغلبية، وتم وصوتت عليه المعارضة. هذه مفارقة سياسية غريبة، لأن الحزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة عارض هذا المشروع، ولكن اليوم تم بعد سنوات وبعد مقترحات قوانين قد قدمتها الفرق البرلمانية خصوصا الاستيقاظ. طيب يا رشيد، بالنسبة للمخاوف، كان هناك جدل كبير حول تقنين هذا القانون في المغرب، كان هناك مخاوف. رشيد هل تسمعني؟ قبل العديد من المتدخلين، باعتبار ان اولا هذا الكيف هو نبته توجد على ارض في جبال الريف نعتذر والبالة، رشيد وان لردات الصوت، سنحاول الاتصال فيه طبعا من الرباط عبر سكايب. كان معنا الصحفي رشيد المسلم، شكرا جزيلا. ومشاهدينا فاصل، نواصل بعده تفاعلكم. أهلا بكم من جديد. يقال إن النوم سلطان، وبالطبع قد يغلب البعض النعاس أثناء عملهم، لكن فوق السحاب يمكن أن تتسبب قيلولة سريعة بكارثة. قصتنا وقعت بولاية كوينزلاند الأسترالية، ومفادها باختصار أن طيارا كان يقود طائرة في طريقه من كيرنز إلى مطار ريدكليف على متن رحلة إعادة تموضع، ما يعني عدم وجود ركاب على متن هذه الطائرة. عندما حاولت مراقبة والحركة الجوية الاتصال بالطيار بشأن هبوطه الوشيك في مطار ريدكليف، لم يتلقوا أي رد خلال الدقائق الأربعين التالية، لأنه كان نائما. يحاول بعدها موظفو المكتب الاتصال بالطيار باستخدام طائرة قريبة في محاولة لإطلاق نظام تنبيه المرور والاصطدام، ولكن ذلك لم ينجح وظل الطيار نائما. ليستيقظ الطيار فجأة ويبلغ مركز المراقبة الجوية، ثم هبطت الطائرة بسلام على بعد أكثر من 80 ميلا من وجهته الأساسية. الجدير ذكره أخيرا بأنه بحسب مكتب سلامة النقل، فالطيار عانى الإرهاق بسبب قلة النوم في الليلة السابقة، ما أدى إلى وقوع هذا الحادث. ونعود لموضوع تقنين القنب الهندي. من الرباط ينضم إلينا عبر سكايب صحفي رشيد المسلم. رشيد هل تسمعني الآن؟ طيب رشيد، كنا نتحدث عن الجدل في المجتمع المغربي حول تقنين القنب الهندي تحديدا، لماذا هذه المخاوف يا رشيد؟ هل هي خشية من أن يتضرر المجتمع المغربي من هذا التقنين؟ أصحاب هذه المخاوف يبررون مخاوفهم بأن أن يتم تقنين هذا القنب الهندي، وأن يقوم به أصحاب اللوبيات أو التجار الكبار، وأن يتم هذا القنب الهندي يصبح تجارة مباحة. لكن هناك اتجاه آخر، هو الذي قدم هذا مشروع القانون واعتبر أن منطقة جبالة ومنطقة الريف شمال المغرب تعيش أزمة، خصوصا أن هناك الآلاف من الأشخاص الذين فارين من العدالة ومن القانون، وهناك الأشخاص الذين ليست لهم بطاقة تعريف، وأنهم خصوصا التجار الصغار أو الفلاحين والمزارعين الصغار. وزارة الداخلية التي قدمت المشروع أمس أمام مجلس النواب البرلمان المغربي اعتبرت أن هذا المشروع ممكن أن يخفف شيئا ما عبء البطالة وتشغيل النساء وتقديم مشاريع تنموية بديلة، وأن يتم استعمال هذا القنب الهندي في
إطار مختبرات طبية وبيئية واستعمالات التجميل والصناعة الصيدلانية وغيرها. وهذا كما قلت بأن ممكن الآن هي مشروع أولي، ممكن أن يتم إخراج كما جاء في المشروع وأن يتم إحداث وكالة خاصة للتنمية وتعنى بالقنب الهندي وتحدد استعمالاته الطبية والأنشطة المرافقة له، وأن يتم كما قلت أن لا تبقى منطقة كتامة أو منطقة الريف جبال الأطلس أن تبقى منطقة معزولة وتعيش التهميش، وأن هذه النبتة هي طيب طبيعة هذه الوكالة، وكالة التنمية التي سيتم تشكيلها لمراقبة تقنين القنب الهندي، ما طبيعة هذه الوكالة وهل سيكون لها دور في الرقابة للتشديد على عدم وصول القنب الهندي إلى المجتمع المغربي؟ الوكالة أطلق عليها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي حسب المشروع الأولي الذي قدمته وزارة الداخلية وتم مصادقة عليه أمس، أنها لها مجموعة من الصلاحيات خصوصا تحديد أولا المعايير والإجراءات التقنية والطبية لاستعمال السليم واستعمال الصحي لهذه النبتة، وأن يتم شراء هذه النبتة من الفلاحين الصغار يعني الفلاحين الصغار المزارعين يزودون هذه الوكالة وتكون هي وسيط مع المختبرات التي ممكن أن تحدث هذه الشركات الطبية أن تكون تحدث في المنطقة، وأن كذلك بأن الوكالة تحدد كذلك الإطارات المساحات الخاصة بزراعة هذه النبتة والمساحات المسموح بها في زراعة وتقديمها للأنشطة وللمدرة للدخل خصوصا النهوض بالمرأة القروية وبالشباب وبالبنيات التحتية لهذه المقاة، وأن يصبح مدرا أو مقاولات وتعاونيات مدرة للمداخيل في إطار مشروع، بأن مشروع أن هؤلاء الناس يقومون بزراعة هذه النبتة وأن يتم المدخول لديهم وأن يتم حد استغلال القنب الهندي من قبل الأباطرة المخدرات والتجار الكبار. شكرا جزيلا على هذه التوضيحات من الرباط عبر سكايب الصحفي رشيد المسلم. فرانس ريونيون أو لم شمل الأصدقاء هو الهاشتاغ الأكثر تداولا عالميا منذ صباح اليوم على تويتر وبشكل عام على مواقع التواصل كافة. فبعد 17 عاما على عرض آخر حلقة من المسلسل الذي ظل يعرض على مدى 10 سنوات، اليوم شبكة HBO الأمريكية وحتى في عالمنا العربي تطبيقات بث مدفوعة مثل التابعة لأوربيت وأسان شو تايم عرضت الحلقة المنتظرة بفارغ الصبر. هذه الحلقة الاستثنائية تصور الشخصيات الأساسية وهم يراجعون في هذه ذكرياتهم، إضافة لظهور بعض ضيوف الشرف، كما تتناول العديد من الأسرار التي وقعت خلف الكواليس. الجدير ذكره أن مسلسل فرانس يدور حول 6 أصدقاء في العشرينيات يعيشون في نيويورك. كان أحد أكثر المسلسلات التلفزيونية شهرة في التسعينيات، بل واكتسح زخما جديدا على منصات البث، إذ أصبح أحد أكثر المسلسلات مشاهدة على مستوى العالم. I laid eyes on any of you. Everyone was so perfectly cast. Yeah. This is from the one. من القاهرة ينضم إلينا الناقد الفني أندرو محسن. أندرو أهلا بكم على في العربية، ما رأيكم بعودة المسلسل وهل تتوقعون نجاح حلقة اليوم؟ أنا سعيد بصراحة بالعودة، لأنه المسلسل رغم انقضاء 17 سنة على عرض آخر حلقة منه، لكنه مازال بيتشاف بقوة ومازال المنصات الكبيرة بتدخل في منافسة للحقوق بتاعة عرضه وبيتنقل ما بين منصة والأخرى، وأنا شايف أنه فكرة منصة HBO Max أن هي تعمل حلقة للم الشمل بالطريقة دي كانت فكرة ذكية، وكمان فيها إثارة لحنين وذكريات كتيرة عند العشاق ومشاهدين المسلسل، خاصة اللي شاهدوه وقت عرضه من 27 سنة بقى مع الموسم الأولاني سنة 94. طب هنا السؤال يا أندرو، يعني لماذا كل هذا الحماس على مسلسل فرانس، وما الذي يميز فرانس حتى يعطيه هذه الطبعة العالمية؟
المسلسل من وقت عرضه طبعا، يعني السيت كوم في كم كبير من السيت كومز الناجحه في امريكا، لكن المسلسل ليه طبيعه خاصه. اولا في العلاقه اللي كانت بتربط الشخصيات ببعض، وفكره الصداقه اللي بينهم والتقاطعات اللي حصلت بين شخصياتهم بمرور الاحداث في خلال العشر مواسم، وفكره ان هو كمان استمر العشر مواسم ده فتره طويله، والعشر مواسم كانوا ناجحين. يعني طبعا مش كلهم بنفس القوه، احيانا كان في بعض الحلقات ما بتبقاش بنفس قوه الحلقات اللي قبلها، لكن اجمالا نقدر نقول ان كل المواسم بتاعته كانت ناجحه لغايه اخر مره. وكمان هو كان علامه داخل هوليوود نفسها، لدرجه انه كتير من الممثلين الكبار كانوا بيحبوا يشاركوا فيه كضيوف شرف ولو في مشهد واحد او لقطه واحده. فالموضوع ما كانش مجرد مسلسل كوميدي او سيت كوم لطيف الناس شافته ونسيته، لكن ارتبطت بالشخصيات بتاعته وحس ان هي منتمية لهذا العالم بشكل كبير جدا خلال بالحديث عن 10 سنوات وكمان اعيد مشاهدته مرارا وتكرارا. طب ذكرت نقطه مهمه يا اندرو، بالحديث عن الارتباط بشخصيات المسلسل، يعني البعض يشاهد المسلسل منذ صغره، اليوم مع حلقه لم الشمل، الا تخشى الشركه المنتجه بان تتغير هذه الصوره، صوره الذاكره في ذاكره المشاهدين؟ يعني ده سؤال كويس، لأنه وأنا بتفرج كمان حسيت بشوية بالأكيد مرور 17 سنة الزمن ساب علاماته على الممثلين كلهم، وأعتقد أنه ده شيء بالعكس، يعني حسيت شوية أنه إحنا كمان كبرنا أكيد كمشاهدين خلال الفترة دي كلها بتاعت مرور المسلسل. بالعكس أنا شايف أنه ده خلاني منتمي أكتر للمسلسل، يعني إن إحنا الحاجة يعني اللي شفناها وإحنا صغيرين، وأنا ما كنتش متابع جيد يمكن المسلسل، أنا شفته تاني بالكامل من قريب، لكن أكيد شفت بعض حلقاته في وقت عرضها، خلى الواحد حاسس إنه الشخصيات دي كبرت معاه، وخاصة إن الحلقة كان فيها حميمية قوية جدا بين الممثلين كلهم، وكأنهم كانوا مستنيين اللحظة دي عشان يتجمعوا تاني، ففيها أصلا حاجة عاطفية لأي مشاهد أو أي حد حاسس بأنه دول أصدقائه اللي كان نفسه تاني يشوفهم بعد فترة غياب طويلة. طيب أندرو، يعني كيف سيكون موقف الشركة المنتجة في حال وجود أي ردود سلبية على المسلسل اليوم بعد كل هذه السنوات، خصوصا بعد لم الشمل؟ وفي حال كان هناك ردود إيجابية أكثر، هل نتوقع أن تكون هناك أجزاء أخرى من فريندز؟ أنا أعتقد أن الحلقة معمولة للدعاية لوجود المسلسل بالكامل على منصة HBO بعد ما كان حقوقه موجودة على نتفليكس، فأنا شايف أن هي دعاية ذكية، ما افتكرش أن هم هيعيدوا تكرار الموضوع تاني، لأنه يعني الفكرة كمان لا تحتمل أكتر من حلقة واحدة، أن هم بيتجمعوا مع بعض وبيستعيدوا الذكريات، ومجموعة من ضيوف الشرف أو من الشخصيات الثانوية اللي كانت موجودة في المسلسل بتظهر وبتتكلم على ذكرياتها، وكمان إعادة نظر ليهم هم في بعد المرور الفترة دي، إن هم كانوا حاسين بإيه وقتها وحاسين بإيه بعد المسلسل ما خلص. أكيد في ردود أفعال سلبية تيجي، يمكن الناس ما تحبش ده قوي، وأصلا المسلسل بعد يعني لما مؤخرا بدأت أجيال جديدة تشوفه بقى في بعض انتقادات السلبية ضده، نتيجة أنه هو مثلا لا يخضع لبعض معايير الصوابية السياسية اللي هي موجودة في السنوات الأخيرة. لكن طبعا احنا نقدرش نقيم المسلسل اللي موجود من سنة 94 بالمعايير بتاعة النهاردة، وبالتالي يعني أدعو الناس للاستمتاع به، لأنه دي كانت طبيعة صناعته وقتها، لكن أنا ما افتكرش أن هم هيلجأوا لي عمل حلقة تانية منه، لكن أعتقد أنه هتبقى دفعة قوية لمشاهدة المسلسل تاني على المنصة بالذات لأجيال جديدة ربما ما كانتش شافته قبل كده. البحث عن تفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي مع عرض حلقة لم الشمل، البعض طالب يا أندرو بعرض المسلسل في شاشات السينما، لماذا لم تتوجه الشركة المنتجة لهذا الخيار؟ يعني ده خيار بعيد شوية. أولا طبيعة المنصات هي بالعكس، هي ترغب أكتر في أنه المشاهدين يشتركوا في المنصة، وبالتالي ده ضد فكرة أن هم يعرضوا في السينما، يعني بالذات السنة اللي فاتت مثلا منصة كبيرة زي نتفليكس ما عرضتش ولا فيلم ليها على شاشات السينما، طبعا كانت ظروف الكورونا أثرت بالتأكيد على عروض السينما عامة، لكن هم حتى كمان النوافذ الصغيرة اللي اتفتحت لعروض
السينمائية أو حتى في عروض المهرجانات ما عرضوش أي فيلم. فالمنصات على العكس هي بترغب أكتر في أنه المشاهدين يشتركوا ويتفرجوا على الشاشات الخاصة بهم، سواء شاشات التلفزيون أو حتى شاشات التابلتس أو الكمبيوترز. فيمكن الحلقة ليها طبيعة خاصة، كان ربما الناس حبت تشعر بتجربتها في السينما، لكن أنا شايف كمان أن جوها بتاع الجو الألفة وجو الريونيون وإعادة اللم الشمل ده أقرب للمشاهدة المنزلية، وأجواء أقرب للمشاهدة المنزلية أكتر بكتير من فكرة العرض في السينما. شكرا جزيلا من القاهرة الناقد الفني أندرو محسن، شكرا جزيلا لك. بعد مسيرة فنية طويلة لسنوات وتكريما للفنان الراحل سمير غانم، أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، أعلن عن عرض مسرحية الزهر لما يلعب على منصة شاهد، وهي آخر عمل قدمه الفنان سمير غانم. ستعرض المسرحية لأول مرة يوم الجمعة في لفتة لاقت إعجاب كثير. لما يلعب لأول مرة على التلفزيون. أنا هوايتي الجواز. يا ترى هيحصل إيه؟ أنا عريسك اللي هتجوزك. لو اتجوزت حماتك. إيه الهبل ده بقى؟ بدل عروستك. دي ماما دي عسل. أنا عسل في عينك، أنا هتجوز حماتي. بيبي. ريحة باينة. مسرحيات أسطورة الكوميديا سمير غانم. الزهر لما يلعب. الزهر لما يلعب. ونختم حلقتنا بفيديو لعائلة بيبوزيتيف بثواني اللبنانية التي اشتهرت بأغانيها العفوية على مواقع التواصل، إذ تعمد العائلة بأسلوب قريب إلى القلب تقديم النصح، علها تخفف من وقع الأزمات والمحن التي يجتازها لبنان. أنا مشاهدين أترككم مع هذا الفيديو للعائلة، وتذكروا دائما لمتابعة فيديوهات حلقة اليوم وأخبار أخرى، وجهوا كاميرات هواتفكم إلى QR كود الظاهر أسفل الشاشة. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودائما في أمان الله. البادو في عندهم بنزين ونحن عنا حمار، وصلوا على القمر من سنين وعنا البلد طار، ننطر اشياء مدعومة وكرتون من المنظومة وما قدروا عملوا حكومة. لا 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 نبرم تنلاقي دواء يومية مقطوع، ما فينا نشم الهوى ملوث وممنوع، من اللحم حرمتونا ما في دجاج ولا تونة، عالغابة رجعتونا. Ma, ma, ma!